السيد واللعبه ماشيه على طول لعبد الله السعيد. عبد الله يحط على الارض لشوقي، شوقي هيسدد، شوقي ايه حلوه يا ابني، ايوه كده ارجع يا شوقي، واحده وفي المساحه ومحدش ضاغط، وعلى طول تخش في المقص الشمال لمرمى مصطفى كمال الاول للنادي الاهلي في الدقيقه كام؟ في الدقيقه الثالثه من عمر اللقاء والشوط الاول. تسديده حلوه، محدش ضغط على محمد شوقي، حطها الراجل وسدد على طول اول الاهداف بعد مرور ثلاث دقائق من انتهاء المقص اللي احنا نعرفها في القلب على طول. المره دي محمد ابراهيم انفراد والتعادل، التعادل في الدقيقه 38، ضرب محمد ابراهيم المره دي مصيده التسلل وراح، وهدف في مصر المقص في الدقيقه 38. المره دي لعب الفيومي كويس، قدر ان هو يضرب الاوفسايد جيم اللي بيعمله دفاع النادي الاهلي، ومن قلب راح محمد العزيز يحط واحده ثانيه لحسين حمدي، ما فيهاش حاجه. لا مش معقول يا جماعه، مش ممكن تاني كرة بنفس الاسلوب، المقصه بيضرب عمق دفاع النادي الاهلي وحسين في دقيقتين للمقصه. المره دي مش محمد ابراهيم اللي صلحها، المره دي اتلعبت لحسين حمدي اللي قطع كويسه، التمريره كانت بدايتها محمد ابراهيم وقطع حسين حمدي وحطها عرضيه لمحمد الفيومي هو والشبكه والثلاث خشبات، يبقى الثانيه لمصر المقصه. بعد 40 دقيقة تغير شكل الأداء لما تطلع، أدي أحمد صديق بيستلم لسه الهجمة الأهلاوية، يطول لقوسه ياخدها عبد الله ويحط لقوسه وداخل مع أحمد أطول بقوسه قوسه الله عليك الله عليك يا ابني، الراجل موه صح قوي وحطها لمصطفى كمال عشان يبقى التعادل للنادي الأهلي، وإحنا في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 56 من عمر اللقاء والشوط الثاني. يبقى الثاني اوسو كونان قطع كويس، اوسو قطع وراح والراجل صبر على الكره وضغط وقدر ان هو يضع الثاني للنادي الاهلي. ادي اوسو هيطلع ولا ايه؟ هنشوف التبديلات، ده التبديل للمقصه، ده حسين حمدي هو اللي هيطلع.